نظرا لما تسببه أنثى ذبابة الرمل من أضرار على من تقوم بلسعهم، كطول مدة العلاج من آثارها والتشوهات التي قد ترافق صاحبها مدى الحياة، أطلقت منظمة مينتور حملة واسعة في الكثير من بلدات ومخيمات الشمال السوري للقضاء على الحشرة التي تنشط في هذا التوقيت من كل عام، حملة تستمر لمدة 45 يوما. نقوم الآن بحملة رش مبيدات حشرية للوقاية من مرض لاشمانيا والقضاء على ذبابة الرمل التي هي الناقل الوحيد لطفيلي لاشمانيا. المنطقة المستهدفة معرة مصرين وسرمين والقرى التابعة لهما. تم اختيار المناطق بناء على عدد الإصابات الموجودة في هذه المناطق، طبعا من خلال تقارير مقدمة من المراكز الطبية. يقوم بالعمل في هذه الحملة أشخاص خضعوا لدورة تدريبية على كيفية العمل قبل بداية المشروع، ويقسم الفريق لشخصين، عامل ومساعد. مهمة العامل تغطية الأثاث ورش المكان المطلوب، أما المساعد فمهمته تجهيز المنزل لعامل الرش وتعريف الناس على الحملة وعن مرض اللاشمانيا. لقت هذه الحملة تعاونا من السكان وخاصة الذين أصيبوا بها من قبل لعلمهم بمدى خطورة هذه الذبابة. عند البنية هاي صابت شو اسمه حبة سنة، ويعني تعذبت كثير، يعني سالفة من 3 سنين 4 سنين، ودرت يعني بيها على المشافي ولا أي لقينا أي علاج خالص ولا بأي شكل. تعذبت كثير وحطيت مصروف، يعني تألمت كثير وصار يدقونها ببر، يعني وما الحالة هي نفس الشيء. يأمل القائمون على العمل بالوصول لأكبر عدد من المستفيدين للقيام برش منازلهم لوقايتهم من هذا المرض، حيث يتم رش المكان المستهدف على ارتفاع مترين بسبب عدم استطاعة ذبابة الرمل الوصول لهذا الارتفاع. والجدير بالذكر بأن المبيد المستخدم في عملية الرش آمن وفعال، وتستمر مدة صلاحيته 6 أشهر في حال تم الالتزام بالنصائح المقدمة.